موجز إخباري مباشرة من قناة السابعة، أهلا بكم. ألقى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم كلمة تأبينية في جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد سبسي، عدد فيها مآثر الفقيد وخصاله قائلا: جئنا لنقاسمكم المصاب الجلل الذي ألم بتونس ونقدم التعازي ونتضرع إلى الله أن يتغمد فقيدنا الكبير الرحمة والمغفرة والثواب، مضيفا: نتمنى للعائلة والشعب التونسي تجاوز هذا الامتحان، فقيدنا الكبير يغادر تونس في وقت دقيق، لكن ثقتنا كبيرة أن تونس أنجبت من يستطيع مواصلة المسيرة. هذا ووري جثمان الرئيس التونسي الراحل باجي قايد سبسي ثرى مساء اليوم السبت، أين تم أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد. حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها اليوم من استمرار موجة الحر التي تجتاح الولايات الجنوبية من الوطن حتى فجر غدا الأحد، وذكرت ذات المصالح أن موجة الحر ستستمر على 5 ولايات جنوبية هي الوادي ورقلة ومنراسة أدرار وتندوف. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار والتفاصيل في تمام السابعة مع الزميلة زهيدة حمادي، إلى اللقاء.